نعت هيئة الرئاسة في حركة أمل إلى سماحة الإمام القائد المؤسس السيد موسى الصدر وإلى أبنائه المجاهدين في الحركة وجماهيرها وإلى اللبنانيين عامة. عضو المكتب السياسي في الحركة المربي الحاج عاطف عون، وجاء في بيان هيئة الرئاسة: ننعى إليكم واحدا من أولئك الطيبين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى الرمق الأخير في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن لبنان ورفعته ومنعته وعن الإنسان مهما غلت التضحيات. وأضافت: كان أخا ورفيقا وقائدا مؤسسا إلى جانب الإمام الصدر، فكان ظله وكلمة سره وصوتها المدوي في برية العالم أن احفظوا لبنان وفي قلبه الجنوب قبل أن تفتشوا عن وطنكم في مقابر التاريخ. تغييب الإمام هو تغييب عصر، عصر موسى الصدر في وجه العصر الإسرائيلي. إن هيئة الرئاسة في الحركة وفي اللحظة التي تفتقد فيها الأخ المجاهد عاطف عون عهدها ووعدها للراحل الكبير أن يبقى فينا فكرة وفكرا ونهجا وقدوة، بهم نستظل في وضوح الرؤية والثبات على النهج ولن نضل الطريق. إلى ذلك يشيع جثمان الراحل الطاهر الاثنين في 29 من نيسان 2024 الساعة 2 بعد الظهر في بلدة الشبريحة، وتقبل التعازي يومي الثلاثاء في 30 من نيسان والأربعاء في 1 من أيار من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا ومن الساعة 3 حتى 6 عصرا في حسينية البلدة. كما يقام الخميس الحفل التأبيني للراحل الساعة 4:30 عصرا في حسينية بلدة الشبريحة.